السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في مطبخ جيجي. اذا كنت اول مرة تشتركوا في القناة يا ريت تشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد وتعملي لايك. النهاردة هنعمل الرز البسماتي الابيض من الفلفل. انا نقعاه بقالي ساعة، بعد ما نقعت ساعة صفيته في المصفى، حط حلة فيها مية بتغلي، بعد ما تغلي بحط الرز فيها. تمام، بعلي العين عليها واسيبها على عين عالية 10 دقايق واصفيها تاني. تمام، ورجعنا لكم اهي بعد 10 دقايق بالظبط، هصفيه وارجع لكم على طول ونشوف هنعمل ايه معاه. اهو صفيته من المية، بعمل ازاي؟ اقفله وحطيته تاني في الحلة. تمام، وبحط عليه شوية ملح وحبة زيت. الرز ده يصلح للمرضي السكر واللي بيعملوا دايت، ميتخنش ابدا. انا عندي هنا العين الصغيره شغلتها وحطيت عليها وحطيت الشياطه، بقلب الرز كده تقلبتين. تمام، وادفع عليه واحط هنا على الشياطه واسيبه 10 دقايق وارجع لكم تاني بعد ال10 دقايق. ورجعنا لكم، طفيت على العين ثم فلفل. وجميل ازاي؟ ولا معجن ولا مكسر ولا اي حاجه اهو. تمام، وتغرفي وبألف هنا وشفا. تمام كده اهو. هقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبألف هنا وشفا للي هياكل واللي هيعمله وياكله.